السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. معايا هشام اللولي. كيف ما قرأتوا في العنوان، البلبله الروينه عصابه الانستغرام. كيما شفتوا الخوت مؤخرا هذه الايام بدا من يدير كونسيبت محكمه من المحكمه وما نعرفش وما شنو كيقولوا راسو كيكذب عليه. واش دابا خوتي كونسيبت النهار الاول عيطوا لي، جيت طلعت عندكم في اللايف قلنا ماشي مشكل، في اطار ضاحكين خلقينا ماشي مشكل. النهار الثاني كذلك، ولكن باش كل نهار طيح لي من القيمه ديالي وطيح وتخلق لي مشاكل انا وتبينني في صوره خايبه باش انت تطلع اللايف ديالك، اسمح لي ما غاديش نقبلها. باش تمشيو نتوما تفقوا 70000 واحد بكم، مجموعه من الشواذ، مجموعه ما نعرف اللي داعي. بلا ما نقدر، ما بغي نقصف حتى شي واحد، هذا غير ميساج. هذا الفيديو هذا ميساج باش تجمعوا نتوما طبقه بكم وتمشيو تقاو تقلبوا على كاع الدريات اللي عرفت في حياتي. رانا شوف، انا صفحه بيضاء، ما غتصوروا مالو مني. ما كنهضر في سياسه، ما كنمشي مع داعش، ما كنتاجر في المخدرات، ما كندير حتى شي حاجه. غتقول الملولي كيمشي مع الدريات، عادي راجل يعني لا داعي. شوف حقا الملولي مشى مع دريه، راه ديك الدريه فاش كتكون عايشه الرفاهيه ما كتكونش كتشكي للمغاربه. واللي بغيت نوصل لكم من هذا الشيء كامل بان لا داعي يبقى تطلع شي وحده ولا يطلع شي واحد في اللايف. عندك مشكل مع الملولي، سيري اختي عند البوليس، سيري عند المخزن، راه كاين السلطات وراه كاين المحكمه، القضاء ياخذ لك حقك. ماشي تجي انت يا اللايف تصدعي لنا راسنا في انستغرام، حيت انستغرام ما داروش الناس باش تصدعي لنا في راسنا وتبقاي تشكي وتبكي علينا وتبقاو تدعيو ما نعرف. انستغرام داروا الناس باش يضحكوا، باش يقدموا المحتوى اللي عندهم، باش يخلقوه فيه. اما باش كل نهار نتوما تمشيو تقلبوا على بنت تقولوا قولي له وديري له. والخوت لدرجه انه وصلوا كيجيو عندي شي ناس كيقولوا ملولي رجعوا عندنا هضروا معانا باش نقولوا عليكم، نقولوا عليك حنا راه حنا ما بغيناش. وكل نهار جاو عندي شي ثلاثه ولا اربعه ديال الناس الملولي، راه قالوا لنا واش تبقى تطيح لي انا في الصوره ديالي، توسخ لي الصوره ديالي باش تزين الصوره ديالك انت، ولا باش تطلع اللايف ديالك انت. شكون نتوما اللي كديروا كاع؟ شكون نتوما اللي غتحاسبوني؟ شكون نتوما اللي غادي تجي تقول لي محكمه ولا اتهامات موجهه عليك؟ ولا واش كيكذب عليك راسك ولا مالك؟ واش حتى المغاربه مكلخين؟ الملولي ماشي كونسيبت، سير دير اللايف ديالك. اخوتي هادو عصابه، شنو تيديروا؟ كيتفقوا، كينوضوا، كيشوفوا الدراري المشاهير ديال الانستغرام ولا المشاهير بصفه عامه، كيمشيو كيقلبوا لهم على الناس اللي عندهم معاهم صداع، كيضغطوا على ديك الناس كيقول لهم غادي تجيو اللايف باش يضغطوا على ديك السيد يحضر اللايف. دابا اوتوماتيكمون مثلا انا مشهور، كيجيبوا لي شي واحد اللي عندي مع عداوه، كيطلع ديك اللايف ديالهم كيبقى كيهضر عليك بالخايب وكيبقى يعاود في الكذوب وديك الشيء. انت فاش كتسمعهم كيهضروا عليك بالخايب كضطر انك تجي لديك اللايف تطلع تدافع على راسك. وهما كيطلع لهم اللايف، كيطلع لهم عدد المشاهدات، وهذا هو الغرض ديالهم. هما ما عندهمش غرض يوسخوك صورتك ولا، هما الغرض ديالهم هما نسبه المشاهده وزياده عدد المتابعين. ولكن باش تطلع انت المتابعين ديالك على ظهري انا وتوسخ لي الصور ديالي، لا اسمح لي ما غاديش نقبل لك. لهذا انا دابا مازال ما هضرتش، حيت انا عارف اللي مور هذا الشيء. واحد دو صوابق ديجا في الحساب القديم بلا ما نذكر الاسم، واحد ديجا عنده صوابق، هو مول الفكره، هو اللي كيخدم معاهم في الخفاء. واخا خونا صاحبنا انت ما كتبانش، حنا راه عارفين شنو واقع، واي حاجه كتوقع في الخفاء كنعرفوها. تقدر تدوزها على البيبليك، ولكن انا كانستغرامر ما غدوزهاش عليا، كيوتيوبر ما غدوزهاش عليا، كولد السوشيال ميديا ما غدوزهاش عليا، حيت حنا كنعرفوا شنو كيوقع في الخفايا ديال السوشيال ميديا. فهمتيني؟ باش تنوض نتايا تقول ما شنو ديرو شنو ديرو شنو ديرو، تخطط وتقلب ودير وتفعل وتخدم التليفونات وديك الشيء، راه ما غتصور حتى لعبه من عند الملولي. الملولي معادله صعبه، معادله صعبه ورقم صعب. عرفتي علاش؟ حيت شفاف باين. كنمشي مع الدريات، شوف انا نجيكم من الاخر. شوف انا داك الشيء اللي كتقلبوا عليه كاملين، انا صريح مع البيبليك ديما، وانا دابا غادي نزيد نصرح مع البيبليك. هشام الملولي كيمشي مع الدريات عادي نورمال، راجل حتى انا مازال ما مزوج ما والو، كنقلب على شي على بنت الناس اللي نتفاهموا انا وياها. نمشي مع وحده وجوج وعشرة و100 والف ومليون تلقى الدريه المناسبه ليا انايا اللي غادي نرتاح معاها عادي جدا. انا كنقولها، انا كنمشي مع الدريات صافي، انا كنضارب مع الدريات وعادي نورمال. كما كنكونوا كنتحابوا راه كنكونوا كنضاربوا عادي. كما كاين الحلوه كاينه المره. هشام ملولي كيدير اشار، هشام ملولي كيدير اشار، كيطلع لي كونت انستغرام. هشام ملولي كيخدم كولابوراسيون مع لي بيبليك، مع لي مارك، مع لي سوسيتي دو مارك، كيخدم مع الناس. اللي عندك كونت انستغرام بيرسونيل نطلعوا لك، عندك كونت ديال الشركه، عندك كونت ديال الخدمه بيزنس، كنخدم هادشي كامل وكنطلب فلوس اللي بغيت صافي. انا كنقولها في اللايف والناس عارفين هادشي، ديجا يقول لك الملولي هادشي ديجا في اخبارنا وعارفين، والناس اللي كتبعني كنقول لهم.
وكنخدم في يوتيوب، بغيتي تطلع كونت ديالك يوتيوب، قناه ديالك يوتيوب مرحبا، بغيتي عندك محل وبغيتي ندخلك في 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 الفيديو ديالي في يوتيوب مرحبا. شنو اخر، شنو هادشي اللي كتقيلوا تهضروا فيه من الاولي؟ كيدير كيفعل كيترك، هادشي احنا قلناه احنا ذكرناه. شي حاجه واحده اخرى عندكم تضيفوا؟ كل نهار نفس السيناريو نفس الكاسيطه، كل نهار نفس السيناريو نفس الكاسيطه. شوف الخوت هادو طبقه مجموعه كيتجمعوا بلا ما نذكروا الاسماء ديالهم، انا ما بغيش نقصفكم، انا كنوصل لكم ميساج، هذه رساله، اتقلبوا عليا غنجبد شي حوايج كبار حتى انا عارفهم، باش تكونوا مزيانين، باش ما ديرليش كونسيبت الله يرحم الوالدين. هاد الناس الخوت مجموعه راكم كتشوفوهم نتوما في الانستغرام، كيتجمعوا قبل ما يديروا اللايف كيمشيو كيقلبوا على الناس اللي عندك معاهم مشكل، ولا الناس اللي ديجا سمعوا عندك معاهم مشكل، كيمشي عندهم كيقولوا غادي تجي اللايف، خاصك دير، خاصك تفعل، خاصك دير له، خاصك ترك له، خاصك هادي، خاصك هادي، خاصك هادي. فوالا كيطلع اللايف داك الانسان كيبقى كيهضر عليك بالخايب، فاش نتايا كتشوف راسك كيهضر عليك شي واحد بالخايب وكيقول اكاذيب كضطر انك تطلع اللايف. فوالا ملي كتطلع اللايف هما داكشي اللي عندهم كيبقاو يقولوا قلتي درتي فعلتي، وكيبقاو بحال دابا يطلعوا شي واحد يقولوا له راه الملولي قال فيك وانت ما قلتي حتى شي حاجه، اللي بعقله بحال دابا انا قالوا لي فلان قال فيك ولا فلان ولا هادي، انا ما غنتقيتش ليهم حيت انا عندي عقلي، ولكن واحد اخر اللي عقله مازال صغير وبرهوش ومازال دري صغير باش كيطلعوه اللايف كيقولوا له الملولي قال فيك كيولي كيهضر بالخايب. علاش؟ حيت مازال برهوش، حيت مازال دري صغير، فهمتي؟ يعني لهذا هادشي هادي عصابه، يعني تيضغطوا على بنادم الابتزاز باش تجي تطلع في اللايف، ومن بعد هادشي غادي يكونوا حوايج اخرين اللي ديجا شفناهم كيوقعوا في السوشيال ميديا، تولي دخل عندي ودخل عندنا وحق هادي ما هادي باش ما نديرولكش باش ما نفعلولكش، هادشي غيولي كيتكرر، سيناريو يتكرر، وواحده ديجا مورط في هاد القضيه راه معاهم. لا داعي لديك الاسماء، انا ما بغيت نذكر السميه ديال حتى شي واحد وما غادي نطيح ما حتى شي واحد. شكحان وصل لك ميساج في هاد اللايف الملولي، طلعت اللايف هو هبط، الملولي كصاحبي ما كيبغيش يجاوبني، مالو انا كيخلعو كندير له كنفعل له كذا، انا وصل لك واحد الميساج وانا نقول لك علاش، انا نقول لك علاش الشكح، انا ما بغيتش طلعتي اللايف وهبط ونقولك علاش انا ما كنجاوبكش، وغادي نقولها لك. اول حاجه هبطت من اللايف حيت ما بغيتش، حيت لا هضرت غنبقى تهضر غنبقى نهضر، واني قلت لك ديك النهار قلت لك بيني وبينك ونقول لك دابا مباشره قدام الناس اللي كيتفرجوا في هذا اللايف، هذا البيبليك ما عنده ما يخسر، البيبليك غير كيسمع، البيبليك غير كيسمع، يعني الدقه جايه فينا بجوج، غتهضر غنهضر، غتبقى تقول غنبقى نقول، يعني في التالي في الاخر فاش كنشوف شكون الخاسر انا وياك، ماشي البيبليك اللي كيتفرج، حيت هما اللي كيديو عوايرنا وكيديو الزباين اللي كنديرو في الخفاء، حنا كاملين عندنا الزباين، الا كنت انا كندير انت كدير تريبل وخوك كيدير ما نعرف، يعني الا جينا نبقاو نهضرو غادي نبقاو نفرشوا في بعضياتنا، وفهمتي؟ وانا الناس اللي كنشترك معاهم الطعام ما كنهضرش فيهم، داكشي علاش هبطت من اللايف. وعلاش هبطت من اللايف؟ شنو هو السبب الرئيسي ديال هادشي كامل؟ انا نقول لك هكا في هاد الفيديو هذا باش تعرف شنو هو المشكله اخي الشكح. المشكل انك انت وخوك انتوما سببي في المشكل ديال 5 ديال المليون ديال الفيديو اللي تسرب. هتقولي كيفاش الخوت اللي شاف الفيديو ديال 5 ديال المليون مع مول 20 مليون، مول 20 مليون اصلا كنا غادي نديرو غير كومبا، هما اللي قالوا له تعيط للملولي وسجلوا ودير له وفعلوا ودير له كذا وهادي، هو ما كانش عوال يدير والو، هو ما كان اصلا مع ولا 5 ديال المليون، تاش قالوا عيط له قول بغيت ندير معاك البيز، هادشي كامل علاش اخي الشكح؟ على 2000 درهم، عطاك 2000 درهم بعتي خوك الكبير، يعني هادو ماشي فعايل. ولا تقولي لا ما درت والو، دراري ترجعوا للفيديو ديال 20 مليون ديال اللي تسجلت فيه كنقول له تعطيني 5 ديال المليون وديك الشيء، غتلقاو الشكح كاين في الفيديو راه كيبان جالس معاه، يعني الشكح من الفعايل ديال الرجال، كيف ما كتقول انت راجل انت وخوك كتقولوا انتم رجال، يعني واحد فاش بغى يسجلني خاصكم تقولوا له لا ما تسجلوش، هذاك راه خونا الكبير، كما كندير انا في داركم ما نخليش شي واحد يسجلكم وما غاديش نخلي شي واحد ياديكم، فهمتي؟ هذا هو المشكل. علاش جيت انا ما سبيتكم وما غنسبكمش وما غنتكلاشاش معاكم ما والو، رجعت للور صافي كل شيء احتقار، فهمتيني ولا ما فهمتينيش؟ انا وصلت لك في الميساج، لهذا هذا الميساج يشوفو تاع عائلتك، انا ماشي كنقلب على البوز ما كنقلبش نتكلاشا معاك كنتقلبش، علاش؟ حيت غير نشوه راسي، حيت تبقى تهضر غنبقى نهضر، ما بغيتش ندير ما بغيتش نوصلو شي حاجه اللي هي خايبه، صافي نتوما سببي في ديك المشكل ديال 5 ديال المليون، شوهتوني
مع البيبليك واتاكاني البيبليك وقعوا لي مشاكل في طريقكم انتوما، يعني من الرجولة ان فاش كان بهم كيسجلني وانتوما جالسين كان عليكم تقولوا له لا ما تسجلوش، هذاك خونا. علاش؟ حيت حنا شاركين الطعام وشاركين بزاف ديال الحوايج، شاركين الخايبة وشاركين الزوينة، كيف ما كندوزكمش ما خاصكمش تدوزوني. لهذا علاش داكشي فاش طلعتي في اللايف ما بغيتش نبقى نهضر تهضر انا نهضر، انا وليت كنهضر كنجبدو شي حوايج اللي ما خاصهمش يتجبدوا، شي حاجه اللي داس راه داس بيناتنا. يعني دابا عرفتي المشكل ديالي معاكم هو هذا، والمشكل هذا انا ما كنعتبروش مشكل، صافي كل شيء احتقار، السلام عليكم، باش بلا ما نبقاو نكذبوا على راسنا. هتقولي ما كنتيش راه الفيديو كاين، كتبان جالس في الفيديو وكتضحك حشومه حشومه، هذا هو المشكل اللي كاين. وانا ما بيني وبينكم والو وما غنتكرشش معاكم، حاجه واحده نقولك الناس يقولوها لكم، احتقار كل شيء احتقار، وعنده الله يرحم الوالدين صافي. علاش؟ باش هذيك شوف هذيك راه طيحات لي السمعه ديالي قدام الناس واخا ما داير والو. يعني اللي ما تبغيش راسك ما تبغيش لواحد اخر، وانا راه ما بيني وبينكم والو وما بيني وبين حتى شي واحد شي حاجه. وعصابه الانستغرام بلا ما تبقاو تقلبوا عليها هكذا، راه البيبليك عاق وفاق، ملي يشوفوا هذا الفيديو راه عاق وفاق، كتمشيو تجيبوا بهم تقولوا له قولوا ديروا بروفوكي الملولي باش الملولي يجي يطلع في اللايف، باش اللايف يطلع وانتم تبقاو تطلعوا كونت بيا. انا ماشي كونسيبت، بغيتي دير كونسيبت سير دير شي كونسيبت اللي هو هادف شكح وخو، راكم عزاز واخا هكاك، هي هو التقار، راكم عزازين وغاليين ولكن التقار. ملي كتوصل الامور لهذا الشيء، حيت هضرنا وهضرنا وهضرنا وهضرنا، ملي وصلت الامور لهذا الشيء تبغي لي المضره بحال هكا، حتى الشكح كضحك في فيديو هو كيسجل فيا وانت كضحك، تقار راكم عزاز تقار. انا ما عندي مشكل مع حتى شي واحد في السوشيال ميديا، انا فقط تلخص فاش كتشوفوني كنتكلاش فقط كندافع على راسي، ما كنقلبش نادي شي واحد صافي الخوت. المهم ما نطولش عليكم هذا الفيديو، كما معكم هشام ملولي، ويبقى هشام ملولي المعادله الصعبه. السلام عليكم، تحياتي.